نعرف القرار ده اتخذ ليه، يعني اول ما صحينا الصبح لقينا هذا القرار ما كناش فاهمين ليه الحكومة اتخذته. هذا القرار اتخذ بسبب ارتفاع تكلفة الفراخ اللي احنا بنستوردها من بره، لان تضاعفت التكلفة. بعد ما كنا بنجيب الفراخ على 8.85 وبعد قرار التعويم دلوقتي بنتكلم في 18.5، يعني كل فرخة زادت في الكيلو 10 جنيه، فكل دولار ب10 جنيه، فهو كان بندفع 35% تقريبا، 30% جمارك ونص مش عارف ايه، يعني بتكمل 35% جمارك على الفراخ المستوردة. فالحكومة، وأنا شايف إن ده رأي يعني وقرار مفيد جدا للمستهلك في الآخر، قالت ما احنا نشيل الأعباء ال 35% لو اتحطوا على الفرخة، الفرخة هتعدي ال 40 جنيه. هو بيحاول يقرب من السعر اللي كان بيديه للمواطن اللي ما عندوش قدرة شرائية يشتري الفرخة ب 40 جنيه و 50 جنيه كيلو، دلوقتي عشان يوصل ل 28 جنيه. الفرخة دلوقتي في ظل الأسعار ومتغيرات سعر الدولار هتوصل لغاية المخزن اللي بيستوردها ب 28 جنيه بدون أي مكسب. فالنهارده لو حطينا عليه 35% يعني في 6 7 جنيه زيادة. هو ده أنا أعتقد الغرض الرئيسي، ودي سلعة هامة وسلعة استراتيجية وسلعة مهمة للمواطن، لأن الفراخ أعتقد هو أرخص أنواع البروتين اللي ممكن الواحد بيستخدمه، ودي زي ما تقولوا أكلة الغلابة. طيب. هو ده الغرض من القرار، والغرض مش ضرب صناعة ولا بالضبط، كنت لسه اقول ده. ما بدا من